جابوهن وحطوهن وبقوا فتره وياهن بعض عدد من الجنود وكان ضباط وجنود دوريات عليهم وصار سقوط النظام يوم 9 نيسان وكل من راح مشى عافوهن ومشى. الان هن يعني اذا نشعر بهن خطر علينا ولو ما لهن دور بس هن خطر علينا ولو يجون يشيلون ويخلون من عندنا يسوون علينا فضل لان طياره عسكريه تخاف من العبث بها من اطفال من نخاف بها فد اشياء ما نشعر بها وتاذينا وتدمرنا.